انطلقت خلال الأيام الماضية المسيرة الفرنسيسكانية السابعة في الأردن، والتي جاءت هذا العام بعنوان لقاءات مسيرتنا إليك، ليلتقي الشبيبة مع روحانيات القديس فرانسيس الأسيزي للتأمل بقدسيته ومركزيته الإيمانية، حيث يتلقى الشباب في هذه المسيرة دروساً ومواعظ تقربهم من حياة السيد المسيح. ابتدأت الانطلاقة من عمان باتجاه جنوب الأردن بمشاركة العديد من الشبيبة والشابات القادمين من مختلف أنحاء المملكة، وكذلك رعايا الكنيسة الكاثوليكية في بلدات حمود والسماكية والوسية وأدر بمحافظة الكرك. وتضمنت المسيرة زيارات للأديرة والكنائس المحلية، إضافة إلى عمل برامج رياضية ومسير مطول للشبيبة وإرشاد روحي، بالإضافة إلى برامج روحية وترفيهية الهدف منها توجيه حياة الشباب نحو عمل الخير وكسب رضا الرب الشفيع لنا جميعا. وتعود فكرة المسيرة إلى عام 1980 وتتكرر سنويا لتشمل معظم رعايا المملكة. بهالسنة 2019 رح نبلش المسيرة السابعة في الأردن، مسيرة فرانسيسكانية أخت لمسيرات أسيزي الأراضي المقدسة، لبنان، مصر. هالمسيرة اللي اليوم نجسدها في الأردن كأباء فرانسيسكان، مسيرتنا مع الشبيبة، مسيرتنا في الكنيسة المحلية في الأردن. الأيام هذه اللي راح يكون فيها برنامج مشي مكثف للشبيبة، برنامج مكثف وإرشاد روحي، وبرامج روحية وترفيهية مع الشباب بهالفترة اللي منحاول فعلا نعطيهم بحسب كمان روحانية القديس فرانسيس. اللي شعار المسيرة حيكون لقاءات مسيرتنا إليك، لقاءات مار فرانسيس اللي كانت هي وقادته لعلاقته بيسوع. فإحنا كمان تأمل رح يكون مركزيته هاللقاءات الفرنسيسكانية للقديس فرانسيس، حتى فعلا تكون كمان بروحانية شبابنا اليوم ودرس لشبابنا أنه اللقاء مع يسوع هو كمان لقاء لتغيير الحياة اللي فيها إحنا بنحاول نساعدهم بهالمسيرة. تجمع كتير حلو لكل الشباب المسيحيين اللي موجودين في الأردن. في ناس من العقبة، في ناس من إربد، في ناس من عمان، في ناس من المفرق. فتجمع كتير حلو عم بجمعنا لست سبع أيام. هيك الواحد بفضي باله، بتأمل، بنبسط، بتعرف على ناس جديدة، وما في حدا ببلش بالمسيرة وبترك، مستعد يترك أي إشي بصيفه بس علشان يجي على هاي المسيرة. مسيرة كتير ساعدتني وبعدها بتساعدني إني هقدر أعيش مع يسوع بتعمق روحي، أقدر ألاقي حالي وأرمم حالي من صعوبات الحياة اللي منواجهها، بتبعدني كتير عن ضجة الحياة. اليوم أنا كتير حاسة بنعمة وفرح إني أنا موجودة اليوم هون، إنه يسوع اختارني إني أكون هون اليوم.